السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسنا الكرام؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني من شابتر 2 برضو، اللي هو بنتكلم فيه عن ايه. احنا السكشن اللي فات كنا اتكلمنا عن الجزء الاول من الشابتر وعرفنا فيه الضغط، صح؟ كنا بنتعامل مع الموائع الساكنة وعرفنا الخاصية بتاعة الضغط، واتكلمنا باستفاضة عن الهيدروستاتيك بريشر والاستاتيك بريشر والتوتال بريشر، وعرفنا حاجات كتير جدا. بس ده كان الضغط، صح؟ انا عايز اخد الكلام ده لمستوى التطبيقات، عايز اشوف تطبيقات وكده. فبالتالي احنا هنعوز نتعامل مع القوة اللي ناتجة من الضغط، تمام؟ مش الضغط كده، انا عايز اصمم بقى، فهتعامل مع القوة على طول. فهنبدأ ناخد كذا جيومتري او كذا شكل نقدر نحسب القوة اللي بتحصل عليه. فاول شكل من الاشكال هنعوز نحسب القوة اللي بتحصل عليه نتيجة ضغط الموائع الساكنة هو البلان، المستوى، حاجه مستويه. يعني ايه حاجه؟ يعني ايه بلان؟ هو بلان دي مش طياره يا جماعه، لا ده مستوى، سطح مستوي. فالسطح المستوي ده بمعنى ايه؟ ده معناه انك سطح ايا كان النوع بتاعه في الدنيا، لما تيجي تبص له من الجنب هتشوفه خط. انا مش عارف انتوا شايفينه خط ولا شايفين ايه بالظبط، بس هو المفروض انتوا شايفين كده ايه، خط كده من الجنب. اول ما الشكل يظهر لك ان هو خط، يبقى هو ده البلان، هو ده مستوى، ملوش اي علاقه الجيومتري بتاع الشكل ده، مستطيل ولا دايره ولا مثلث. اهم حاجه انك لما تبص له من الجنب هتشوفوا ايه يا جماعه، هتشوفوه مستوى. يبقى ساعتها اقدر استخدم القوانين اللي انا هدرسها دلوقتي. طيب تعالوا نتعرف على الشكل الفظيع اللي قدامنا ده. احنا عندنا مستوى اهو، ده المستوى اهو يا جماعه اللي احنا هنحسب القوه اللي بتحصل عليه نتيجه المائع الساكن. طيب فين المائع الساكن؟ المائع الساكن اهو، احب اعرفكم عليه. ده المائع الساكن يا جماعه، الخط الازرق ده، اعتبروا ده سطح الميه مثلا، وفي مستوى مغمور تحتيه، تمام؟ طيب عشان احسب قوه واقول ان انا عرفت اجيب قوه، عاوز اعرف ايه؟ عاوز اعرف ثلاث حاجات، عاوز اعرف ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه الماجنتيود، القيمه بتاعه القوه، والدايركشن، الاتجاه بتاع القوه، القوه دي بتاثر في انهي اتجاه، ماشي في انهي اتجاه، والبوينت اوف اكشن، نقطه التاثير. نقطه الايه يا جماعه؟ نقطه التاثير. طيب اول حاجه الماجنتيود، عشان اعرف اجيب الماجنتيود بتاعه القوه عاوز بس اتعرف على الملامح بتاعه الشكل اللي عندي. عاوز اعرف ان الشكل بتاعي دون ليه سنتر اوف جرافيتي، مركز للثقل، هيكون في نص الشكل غالبا، تمام؟ هيكون بالمنظر ده كده، علامه البي ام دبليو كده، اللهم ارزقنا يا رب، تمام؟ طيب ده كده الايه يا جماعه، ده سنتر اوف جرافيتي. طيب التوصيف بتاعه انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز اعرف ان السنتر اوف جرافيتي دون له او يبعد راسيا، او بمعنى صح العمق بتاعه، عمق السنتر اوف جرافيتي بتاع المستوى دون هسميه زد بار، عليها شرطه كده. ده النومنكلتشر او الكتاب بتاعنا شغال بالطريقه دي، تمام؟ في عندك الزد بار، وايه عايزين نعرف المسافه المايله، المسافه المايله بتاعه السنتر اوف جرافيتي بتاعنا من سطح الميه، هنسميها الاكس بار برضو. يعني ايه اكس؟ عليها شرطه كده، مش عارف انتوا شايفين البار ولا لا، احب نعملها لكم كده بالمنظر ده، اكس وعليها شرطه من فوق كده، تمام؟ طيب وده يعني احنا قلنا السنتر اوف جرافيتي سي جي بتاعك، حلو. طيب ايه تاني يا جماعه عايزين نتعرف عليه؟ والله يعني ايه، كفايه علينا بالمنظر ده، كفايه علينا الحاجات دي، نقدر نحسب منها الماجنتيود. فالماجنتيود بتاع القوه، القيمه بتاعه القوه ليها اثبات معين كده خدتوه في المحاضره، مش يهمنا دلوقتي، هنسميها الريزلتنت فورس. الار بتاعتنا هتساوي يا شباب، هتساوي الرو في الجي. فاكرين انتوا الضغط بتاع الهيدروستاتيك بريشر كان ايه؟ الرو في الجي في الاتش، صح؟ فانا دلوقتي الرو في الجي، مش هقول الاتش بقى، يعني هقول الرو في الجي في الزد بار، العمق بتاع السنترويد، لان انا عندي انهو اتش، في اتش كبيره هنا وفي اتش صغيره، انا اسف، اتش صغيره هنا واتش كبيره هنا، فبالتالي احنا هناخد الاتش بتاعت الايه، بتاعت السنتر اوف جرافيتي، الحته اللي في النص، فهتبقى الزد بار. طيب الرو في الجي في الاتش او الزد، يعني ده ضغط انا عايز اخليها قوه، فاعمل ايه بقى؟ اروح ضاربها في المساحة. أنهم مساحة يا جماعة؟ المساحة المشتركة بين البلان والمية، بمعنى أصح مساحة
السطح، ساحه البلان بتاعك. يعني احنا قلنا دلوقتي انت هتبص للمستوى بتاعك من الجنب كده، في خط المساحه اللي عليها الضغط هي المساحه اللي ايه اللي فوق ده، مساحه الشكل الهندسي ذات نفسه. طيب ده المقدار يا شباب، ده المقدار، ده الماجنتيود بتاعنا. لسه حاجتين كمان، ايه هما الحاجتين دول؟ الدايركشن، ايه الاتجاه بتاع القوه. لو تفتكروا زي الشطار كده السكشن اللي فات على طول في الاول كنا خدنا الضغط، تعرفنا على الضغط كده وعرفنا ان هو عمودي، صح؟ بس عمودي على ايه؟ عمودي على المساحه المشتركه بين المائع وبين المستوى. باماره لما خدنا التانك كده وجبنا الضغط وهو بيأثر على جميع الحوائط بتاعه التانك، تمام؟ طيب نتوقع كده الدايركشن بتاع الضغط هيبقى عامل ازاي؟ والله ضغط الميه على البريد دون هيبقى عمودي على المساحه المشتركه، يبقى الاتجاه بتاعنا يا شباب لو ده بلان بتاعي يبقى القوة عمودية عليه. ليه بقى؟ لأن القوة دي جاية نتيجة الضغط العمودي، فيبقى القوة برضو عمودية عليه على البلان بتاعي. طيب نقطة تأثير القوة دي، تعالوا كده نبص. تتوقعوا يا شباب نقطة التأثير دي هتكون فين على البلان؟ تتوقعوا كده نقطة التأثير دي هتكون فوق ولا تحت ولا في النص ولا فين بالظبط؟ والله تعالوا نفتكر حاجة كده، احنا كل ما نيجي ننزل تحت، كل ما نيجي ننزل مع المستوى المايل ده بنلاقي عمق الميه بيزيد، عمق الميه عمال يزيد واحنا نازلين، وبالتالي الضغط اللي تحت هيكون اعلى، او الضغط اللي في الجنب ده كده هيكون اعلى على البلين من الضغط اللي هنا، لان النقطه دي العمق بتاعها مش كبير لكن النقطه اللي هنا عمقها كبير جدا، وبالتالي القوه اللي هنا يا شباب هتبقى ايه؟ هتبقى كبيره قوي عن القوه اللي هنا. فنتوقع كده ان السنتر اوف بريشر، ايه السنتر اوف بريشر ده؟ نقطة تأثير القوة بتاعة الضغط اللي هي كده ديا السي بي بتاعتنا هتكون تحت السنتر اوف جرافيتي. يعني ايه تحت السنتر اوف جرافيتي؟ يعني يا فندم لو انا دلوقتي رحت جايب السي بي بتاعت سعادتك كده وجيت اقيسها من عند نفس الريفرنس اللي انا بقيس منه الاكس بار ديا، هلاقيها بالمنظر ده، هلاقي ان الاس سي اكبر من الاكس بار، في فرق ما بينهم. طب الفرق ده احسبه ازاي؟ قال لك بص يا ريس الاس سي ده بتساوي ايه؟ ليها قانون كده، القانون ده اسمه الاي جي مقسومه على الاريا في الاكس بار زائد الاكس بار. انتوا ملاحظين ايه دلوقتي؟ انتوا ملاحظين ايه يا شباب؟ انتوا ملاحظين ان احنا دلوقتي في مقدار عجيب الشكل كده مجموع على الاكس بار، يعني بمعنى اصح ان الاس سي بتساوي الاكس بار زائد مقدار معين اهو، المقدار ده هو الحته دي كده شباب، تمام؟ طيب ايه الاي ده يا جماعه؟ ده السكند مومنت اوف اريا حوالين السنتر اوف جرافيتي بتاع الجسم. يعني في المستطيل مثلا كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي السكند مومنت اوف اريا ده بيساوي 1 على 12 بي في الاتش تكعيب، تمام؟ والاتش تكعيب ده او الضلع اللي بيتكعب عموما في المثلث او في المستطيل او في اي حاجه هو الضلع اللي انت هيدور، يعني هو الضلع اللي ظهر قدامك ده، لان هو لو القوه بتاعت الضغط هتخليه يدور فالضلع ده هو اللي هيبقى متكعب وانت بتحسب الايه الاي بتاعك اللي هو السكند مومنت اوف اريا. فانت كده عرفت القانونين مهمين جدا دول اللي هنحل بيهم المسائل بتاعتنا كلها. القانونين دول يا شباب هو المقدار ونقطه التاثير. طيب الاتجاه احنا عارفين ان هو دايما عمودي على السطح. حلو يا شباب، في حاجه صغيره كده عايز اقول لك عليها بخصوص الاس سي ده، يعني حاله خاصه كده. دلوقتي لو انا عندي سطح الميه اهو، ده سطح الميه والمستوى البلان بتاعي بدل ما هو مايل كده، هو ده مايل بزاويه ايه يا شباب؟ مايل بزاويه سيتا يعتبر، صح؟ افرض بقى ان سيتا ده بقى ب 90. يعني ايه ب 90؟ يعني المستوى ده بقى مايل لحد ما بقى خط كده ايه راسي بالمنظر دون، بالمنظر ده كده يا شباب، ولكن بيبدا من اول سطح الميه برضه، يعني هو يكون بادئ من سطح الميه. الاس سي ساعتها الاس سي دي هتساوي تلت او تلتين الارتفاع. يعني ايه؟ هتيجي كده لو ده ارتفاع الجسم اللي هو اتش، الاس سي دي هتبقى في التلت الاول من القاع او التلتين من السطح، 2 على 3 اتش، او لو انت هتقيس من تحت يعني من عند القاع بتاع الميه هتبقى دي تلت
اتش. حلو، بس الشرط بتاع الحاله دي ان يكون الجسم فيرتيكال، يكون الجسم راسي وفي نفس الوقت بيبدا من اول السطح بتاع الميه، مفيش ميه فوقيه، يعني مفيش الميه مثلا ما تكونش موجوده هنا كده مثلا، وتيجي تقول لي الضغط هيساوي الكلام ده، لا مش هيبقى ساعتها، مش هيبقى كده يعني، هيبقى حاجه تانية. هنستخدم بقى القانون العام بتاع الاس سي. تمام يا شباب، خلاص ده كده ايه الحالات بتاعتنا، الحالات بتاعتنا اللي احنا عايزين نتعرف عليها بالنسبه للبلان، ونحل حبه مسائل كده ايه بسرعه. تمام يا شباب، نبدا في اول مساله معانا النهارده. المساله بتقول ايه؟ بتقول عندي تانك بالمنظر ده، او المفروض ده تانك يعني، وفي مائعين، عندنا نوعين من الموائع، الجليسرين والميه. تمام، طيب ايه اللي مخليهم منفصلين عن بعض كده؟ في حيطه في الوسط ما بينهم، والحيطه دي فيها مفصله تحتها كده مفصله، وفي بوابه متوصله على المفصله دي. حلو، طيب الموضوع عامل ازاي بقى؟ دلوقتي لو الميه البوابه دي سانده على الارض هنا، يعني هي لو انت جيت تضغط عليها من الاتجاه ده هتبقى سانده على الارض، مش هتتفتح خالص، لكن لو جيت تزقها من الناحيه دي، لو جيت تزقها من ناحيه الميه هتتفتح معاك. فهو الراجل بيقول لحضرتك ايه بقى؟ بيقول لك احسب لي الاتش بتاعت الهيد بتاع الميه، الارتفاع بتاع الميه احسبه لي لما ما يكونش فيه رياكشن عند بي. طب ده معناه ايه؟ بصوا يا شباب، دلوقتي اعتبر الارضيه اللي هنا دي هي الورقه اللي معايا دي، واعتبر البوابه دي هو القلم ده. طيب القلم لو راح ساند على الورقه كده، سمعت صوت التكه دي؟ يعني ايه صوت الخبط ده؟ معناها ايه؟ معناها ان عامل رد فعل، خبط على الورقه فالورقه عملت رد فعل عليه. امتى ما يبقاش في رد فعل؟ لما ما يبقى القلم مرفوع من على الورقه، يعني ايه؟ القلم مش ساند عليها بمعنى اصح. طب ده هيحصل امتى؟ لو الارتفاع بتاع الميه فضل يعلى في الطرف دون لحد ما زود القوه اللي تحت، لان كل ما تعلى كل ما هيبقى فيه قوه كبيره تحت، ضغط كبير بيحصل تحت، فهيروح زائق بابا فاتحها، فهيروح شايل بيه من على الارض، فمش هيخلي في رد فعل عند بيه. بمعنى اصح الراجل عايز الاتش اللي هتخلي لك البوابه دي على وشك انها تفتح، هتبدا تتفتح اهو حالا. حلو، طيب مديك ايه بقى؟ مديك كل حاجه، مديك الارتفاع بتاع الجليسرين، مديك الكتله بتاعت البوابه، مديك انها مايله بزاويه 60، ومديك خصائص الموائع. حلو جدا، هنتعامل مع المساله دي ازاي؟ والله النوع ده من المسائل عموما هو الراجل مديك فيه قوة، يعني مديك فيه الوزن بتاع البوابة مثلا، دي قوة على البوابة، ومديك ارتفاعات موائع، فهو عايزك تجيب القوة نتيجة ضغط الموائع دي. وبعد كده بعد ما نجيب القوة دي كلها هنروح حاطينهم على البوابة ونعمل لها فري بادي دايجرام كده، ونجيب القوة اللي ناقصة بقى، يعني احنا هيبقى عندنا القوة بتاعة الماية مجهولة عشان الاتش مجهولة. حلو، فهنروح جايبين القوة دي، ما نعمل اتزان للقوة يعني. طيب تعالوا كده نبدأ. اول حاجه هنعملها هنجيب القوه بتاعه الموائع اللي على البوابه. طيب ايه القوه اللي نقدر نجيبها؟ والله احنا نقدر نجيب القوه بتاعه الجليسرين لان الارتفاع بتاعه معلوم، مش زي المايه مثلا اتش اديها لي اتش كده مجهوله يعني، لا هنا معلوم بقى. فهنبدا في اول حاجه نجيب بيها القوه بتاعه الجليسرين، هو ان احنا نجيب الماجنتيود. احنا قلنا احنا عايزين نجيب ثلاث حاجات للقوه عشان نبقى عارفينها، هنقول كده فور الجليسرين هنقول الماجنتيود القيمه بتاعه الار هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي الرو في الجي في الزد شرطه مضروبه في الايه يا جماعه؟ مضروبه في الاريا. اريا بتاعت مين؟ بتاعت البوابه طبعا. طيب تعالوا كده نبص، الرو في الجي، هو الراجل مديك الرو في الجي بتاعت الجليسرين؟ لا، هو مديك الجاما على طول. طب ايه الجاما دي يا جماعه؟ دي السبيسيفيك ويت. يعني ايه؟ لو انت تفتكر كده اول شابتر خالص، الجاما دي هتساوي الرو في الجي، فهو مديك الاثنين دول جاهزين على طول كده بالجاما. باقي لحضرتك ايه؟ باقي الزد بار. نجيب الزد بار دي ازاي؟ الزد بار دي كانت عباره عن ايه اصلا يا جماعه؟ دي كانت عباره عن العمق بتاع السنترويد، العمق بتاع سنترويد البوابه. طيب دلوقتي السنترويد بتاع البوابه ده هيبقى فين؟ في النص بتاعها. ليه بقى؟ لانها مستطيله بالمنظر ده كده، هي مستطيله معانا الطول اللي قدامك ده، وفي العرض اللي داخل جوه، فهي مستطيلة الشكل، فهو هيبقى في النص كده. بمعنى أصح هيروح قاسمها لك، بدل ما هي 1 متر كده هتبقى نص متر هنا ونص متر هنا. حلو جدا. طيب أنا برضو عايز إيه؟ أنا عايز العمق ده، الزد بور دي
الزد شارت اهي. حلو. طيب انا عايز الزد شارت دي، فاجيبها ازاي يا شباب؟ والله بص، هي هتساوي ايه؟ هتساوي الطول الكبير ده كله ال 2 متر دي، مطروح منها الجزء الصغير ده، مطروح منها ايه يا جماعه؟ النص متر، ولا نص متر ساين 60 اللي هي الحته المايله او الحته الرأسيه دي، فهتبقى مطروح منها نص متر ساين 60. فالزد باور هتساوي نص متر في ساين 60، والاريا بتاعت سعادتك هتساوي الطول اللي بتاع البوابه اللي قدامك ده اللي هو الواحد متر مضروب في العرض اللي هو بتاعك اللي هو 1.2 متر. تمام. فدلوقتي الكلام ده هيساوي عند سعادتك الجامه بتاعتك بكام؟ بتاعت الجليسرين ب 12360 مضروب فيه 2 ناقص نص ساين 60 مضروب فيه الاريا بتاعت سعادتك بكام؟ 1.2. تمام. هيطلع لك في الاخر الرقم ده بيساوي 2.3242 نيوتن. حلو يا شباب. طيب اللي باقي لي، اللي باقي لي ان انا دلوقتي اجيب مكان القوه، يعني دلوقتي جبت المقدار بتاعها. طيب الدايركشن بتاعها، الدايركشن بتاعها انا عارف ان هو عمودي على السطح، ده مفروغ منه، يعني الدايركشن بتاعها بقى عمودي على السطح في الاتجاه ده، ولكن فين بالظبط؟ عمودي هنا ولا عمودي هنا ولا فوق ولا تحت ولا فين بالظبط؟ فانا عايز اجيب المكان بتاع نقطه تاثير القوه، بمعنى اصح عايز اجيب الاس سي. هتساوي ايه؟ القانون بتاعها بيقول لك الاي عند السي جي مقسوم على الاريا في الاكس بار زائد الاكس بار. طيب انا ايه اللي ناقصني في الموضوع ده؟ ناقصني حاجتين، ناقصني الاي السكند مومنت اوف اريا عند السنتر اوف جرافيتي. ده اجيبه منين؟ والله هو الشكل ده مستطيل، وانا عشان اجيب الاي عند السنتر اوف جرافيتي اللي هو النقطه دي كده، ده كان القانون بتاعه لو احنا نفتكر الاي بتساوي 1/12 في البي اتش تكعيب. طيب الضلع اللي بيتكعب في الحاجات دي بيكون ايه؟ بيكون الضلع اللي هيدور، الضلع اللي هيدور عندك اللي هو بمعنى اصح الطول اللي قدامك ده، لو البوابه اتفتحت واتقفلت اللي هيدور عندك او المحور بتاع الدوران هيكون هو اللي داخل جوه السبوره، فالضلع اللي هيدور بتاعك هو اللي ظاهر قدامك دون، بمعنى اصح هو الواحد متر. فهتساوي 1/12 في 1.2 في الواحد تكعيب، يعني اللي ظهر قدامك ده هو اللي هيتكعب، هو اللي هيدور. تمام. فهيطلع لك في الاخر بيساوي 1/10، 1/10. طيب الوحده بتاعته ايه يا شباب؟ انتوا ايه رايكم؟ يعني دلوقتي احنا ده بالمتر، ده بالمتر تكعيب مضروبين في بعض، يبقى متر اس 4. تمام. يبقى 1/10 متر اس 4. طيب الاكس بار بقى دي اللي ناقصاني برضه، الاكس بار دي هتساوي ايه يا جماعه؟ الاكس بار دي هي عباره عن ايه؟ لو انتوا فاكرين في الاول خالص كانت الزد بار ده العمق، العمق بتاع السنترويد، انما الاكس بار كانت المسافه المايله بتاعه السنترويد من سطح المائع. طيب ده العمق بتاع السنترويد، دي الزد شارت اهو. تمام. لو انا دلوقتي تخيلت كده، تخيلت يعني ان المائع ده مكمل معايا بتاع الجليسرين، وانا مديت البتاع ده البوابه دي مديتها لحد هنا كده، البعد المايل ده هيساوي ايه؟ هيساوي الزد شرطه مقسومه على ساين 60. ليه بقى؟ لان الطول المايل ده كبير، لو انت جيت تقربها كده هيطلع لك في الاخر ان الزاويه دي هي اللي 60، فهتبقى ساين 60 بتساوي الزد شرطه مقسومه على الاكس شرطه، يبقى الاكس شرطه هتساوي الزد بار او الزد شرطه على الساين 60. جربها كده هتلاقيها شغاله معاك يعني. تمام. فالاكس بار يعني لاحظ ان انا بقول لك مره اكس بار ومره اكس شرطه عشان الملل يعني، فاهم؟ فهتساوي الاكس بار هتساوي الزد شرطه مقسومه على الساين 60، بمعنى اصح هتساوي، هتساوي كام؟ هتساوي 2 ناقص نص ساين 60 مقسومة على ساين 60، هتساوي في الآخر مع سعادتك الرقم دون 1.81 متر. دي القيمة بتاعة الإكس بور. تاخد القيمتين دول كده
وتروح تعوض بيهم في المعادله بتاعه الاس سي، تبقى معاك الاي، يبقى معاك الاكس بار، ومعاك الاريا. الاريا بتاعتك 1.2 من 10 في 1 من 10 في 1، فهتساوي في الاخر الاس سي بتاعه الجليسرين لما تيجي تعوض بيهم في المعادله دي، هتساوي مع سعادتك في الاخر 0.046 زائد الاكس بار، دي الاس سي. طيب هو انا ليه دلوقتي سبت الاكس بار بتاعتي بالمنظر ده؟ يعني ليه عوضت بيها هنا عشان احسب الرقم دون بس ما عوضتش بيها في الجزء ده؟ هنعرف دلوقتي لما نيجي نحل المساله بتاعتنا، هنعرف احنا ليه عملنا الحركه دي. طيب تعالوا بقى نعمل نفس الكلام ده بس على الميه وبسرعه بقى. هنقول دلوقتي بالنسبه للميه فور ووتر، هنيجي نحسب نفس اللي عملناه، هنيجي نحسب الار، القيمه بتاعت القوه، القيمه بتاعت القوه اللي على سعادتك هتساوي ايه بقى؟ الرو في الجي في الزد بار في الايه يا جماعه؟ في الاريا. طيب عمق السنترويد اللي هنا دون الزد بار بتاعت الميه هتبقى بالمنظر ده اهو، نيجي نعملها كده لحد السنترويد هنا كده، دي كلها الزد شرطه بتاعت سعادتك. طيب نحسبها ازاي؟ والله هو انا مش هعرف احسبها قوي لانها هتساوي الاتش ناقص نص ساين 60 اللي هي الحته دي، نص ساين 60 اللي هي الحته دي كده، هتروح طرحها من الاتش هتطلع لك الزد بار، بس انا ما اعرفش الاتش اصلا فهسيبها. هقول ان الار بتاعه سعادتك هتساوي الجامه بتاعه الميه اللي هي الرو في الجي في الزد بار بتاعه الميه مضروبه في الاريا، فهتساوي الجامة بتاعت المية 9790 مضروبة في الزد بار مضروبة في الاريا بتاعت البوابة المغمورة، هتساوي 1.2، بمعنى اصح الكلام ده كله هيساوي 11748 في الزد بار، تمام. وطبعا القوة بتاعت سعادتك نيوتن، تمام، دي الوحدة بتاعتك. ايه اللي باقي لي؟ الدايركشن هيبقى عمودي على المستوى المائل، بس من ايه؟ من الناحيه الثانيه بقى، من تحت من هنا كده. طيب الحاجه الثالثه اللي عايز اعرفها هي ايه؟ هي الاس سي، البعد المائل بتاع المحصله هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي الاي السي جي بتاعت الجزء المغمور اللي هو البوابه يعني كلها، مقسوم على ايه؟ مقسوم على الاريا في الاكس بار زائد الاكس بار. حلو، فلما نيجي نعوض هنا الاي هتساوي هي نفس الاي بتاعت البوابه لانها نفس البوابه، صح؟ البوابه هي نفسها اللي احنا بنحسب عليها الاي، فهتساوي 1 من 10 مقسومه على الاريا بتاعت نفس البوابه 1.2 مقسومه على او مضروبه الاريا مضروبه في الاكس بار. طيب الاكس بار دي هتساوي ايه يا شباب؟ الاكس بار دي هتساوي البعد المايل بتاع الزد بار، يعني ده البعد الراسي اللي هو العمق بتاع السنترويد، انا عايز اجيب البعد المايل بتاع السنترويد. طب ده اجيبه ازاي يا شباب؟ هيبقى نفس القصه برضو، نفس القانون دايما هنستخدمه، البعد المايل هيساوي الزد بار على ساين زاويه الميول اللي هي ساين 60، حلو؟ زائد الاكس بار، وهسيبها برضو هنا مش هعوض بيها، يعني انا عوضت بيها هنا بس مش هعوض بيها في الثانيه، تمام يا شباب؟ الكلام ده هيرسى في الاخر على ايه؟ هيرسى ان الاس سي بتاعت حضرتك هتساوي 1.154 في الزد بار للمية، طبعا الوحدة بتاعك متر. حلو، دي الاس سي يا شباب. حلو جدا، نعمل ايه بقى يا جماعة؟ ايه اللي عليه الدور دلوقتي؟ احنا كده جبنا القوتين اللي على البوابه وجبنا الاماكن بتاعتهم، ايه اللي باقي؟ اللي باقي ان احنا نروح جايبين البوابه بتاعتنا وحاطين عليها القوه دي، بمعنى اصح هناخد البوابه دي نعمل لها فري بادي دايجرام هنا كده، هنروح جايبين البوابه بالمنظر ده اهو، بالمنظر ده كده، حلو. طيب نقطه ايه اللي فوق دي؟ نقطه ايه دي؟ هيبقى عندها ايه يا جماعه؟ هيبقى عندها رد فعل المحصله، حلو؟ هيبقى عندها قوه يعني، ماشي؟ فانت هيبقى عندك قوه عند سعادتك عند نقطه ايه دي؟ طيب ايه القوه الثانيه اللي عندك؟ عندك قوه الوزن دي اللي موجوده على البوابه، الويت بتاعك موجود عند السنتر اوف جرافيتي، بمعنى اصح في نص البوابه
يعني على بعد نص متر من فوق ومن تحت من هنا كده. المسافة دي نص متر. طيب عندك ايه تاني يا ريس؟ عندك القوة، عندك القوة بتاعة الموائع، عندك القوة بتاعة المية والقوة بتاعة الجليسرين. القوة بتاعة المية هتبقى نازلة من تحت من هنا، لأن المية محطوطة على الجنب اللي تحت دون، فتبقى القوة بتاعتها جاية من تحت، والقوة بتاعة الجليسرين هتبقى جاية من فوق. يعني خلينا كده ايه بالمنظر ده. طيب احرف على الاماكن بتاعت القوة دي، انا عايز احط القوة دي على مكان محدد، لان انا دلوقتي عايز ادرس القوة اللي على الجسم ده، هعمل لها معادلة اتزان العزوم، فعايز اوصف المكان بتاعها. اوصفه ازاي؟ هقول لك يا ريس، هنيجي نستخدم الحاجة اللي احنا سايبينها هنا. ايه هي بقى؟ ان انا بقول لك ان الاس سي بتساوي الرقم ده زائد الاكس بار، يعني تحت الاكس بار، اكبر من الاكس بار بالرقم ده. طب ايه الاكس بار؟ الاكس بار دي هي البعد المايل للسنترويد، للسنتر اوف جرافيتي، تمام؟ البعد المايل بتاع السنتر اوف جرافيتي. فدلوقتي لما بقول لك انا هضيف 64 من 1000 على الاكس بار، ده معناه ان انا هضيف 64 من 1000 تحت السنتر اوف جرافيتي، يعني المسافه دي هتبقى 0.046، تمام؟ نعملها كده بشكل اوضح، 0.046، تمام؟ دي القوة بتاعت الار جليسرين. طيب انا عندي الار ووتر برضو تحت من هنا كده. الار ووتر دي انا يا شباب بتأثر معايا فين؟ بتأثر معايا في اس سي بالمنظر ده. وطبعا هنا كنت نسيت الاكس بار، المفروض الحسبة دي هي الحسبة اللي فوق، فهنا هتبقى زائد الاكس بار بالمنظر ده. فدلوقتي الاس سي بتاعت المية هتبقى الرقم دون تحت الاكس بار، فهتساوي البعد دون من اول هنا كده لحد القوة بتاعة المية، البعد ده كده يا شباب هيبقى 1.154 في الزد بار للووتر، ودي الار ووتر. حلو. طيب هل هيبقى في قوة عند بي؟ انتوا ايه رأيكم؟ لا، هو الراجل دلوقتي قال لك ان خلاص احنا، انت الظروف اللي انت حسبتها لي دي لما ما يكونش فيه قوة عند بي، يعني بوابة على وشك انها تترفع. طيب اللي هنعمله ايه دلوقتي؟ اللي هنعمله ان احنا هنجيب ان سميشن المومنت حوالين نقطة الايه هيساوي صفر، لان القوة اللي عندي الايه انا مش هعرف اتعامل معاها انا، يعني فمش هعرف اعمل اتزان قوة، لكن هجيب محصلة العزوم عند ايه علشان اطنش القوة بتاعت ايه دي. فلما نيجي نعمل الحركة دي، تعالوا نبص كده، لما نيجي نعمل الحركة دي يا شباب هنلاقي ان البليد بتاعك مايل بزاوية 60، صح؟ فلما نيجي نعمل سميشن المومنت، هقول سميشن المومنت عند ايه هيساوي زيرو. طيب موضوع الاتجاهات ده هعمل فيه ايه؟ افرض ان معاك اتجاه والتاني الاتجاه التاني يبقى هو السالب، يعني افرض ان الاتجاه الموجب بتاعك اتجاه معين ايا كان ايه هو، والاتجاه اللي عكسه يبقى هو السالب. فاما نيجي نبدا مثلا، هنفرض ان الاتجاه اللي ماشي كده دون هو ده الاتجاه الموجب. طيب لما نيجي على قوة الوزن مثلا، قوة الوزن دي نيجي نبص عليها كده، هنلاقي ان القوة دي ماشية في الاتجاه الموجب، فهتبقى عزمها موجب، صح؟ طيب المسافة أو دراع العزم بتاعها هيبقى إيه؟ هيبقى المسافة دي كده. المسافة دي هتساوي إيه يا شباب؟ هتساوي النص ساين 60، تمام؟ نص في ساين 60، ماشي؟ طيب يبقى السميشن بتاع المومنت هيبقى أول حاجة معاك موجب ويت مضروب فيه النص ساين 60. طيب القوة التانية معاك الجليسرين، الجليسرين هتبقى برضو ماشية في الاتجاه اللي احنا اصطلحنا ان هو موجب يعني. طيب هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي النص متر او دراع العزم بتاعها هيساوي النص متر زائد الحته اللي هنا دي، القوه بتاعتك زائد او العزم بتاعك الار جليسرين مضروب فيه ايه يا شباب؟ مضروب فيه 5 او بوينت 5 من 10، ومتضاف عليها الحته الصغيره دي فهتبقى 4.6. طيب حاجة تانية ناقصاك طبعا، آخر قوة اللي عندك المهمة جدا اللي أنت محتاجها عشان تحسب الزد، هتساوي الأر ووتر. طيب دراع العزم بتاعها هيبقى إيه يا شباب؟ هيبقى عبارة عن نص متر زائد المسافة دي، فهتبقى عند سعادتك
بس الاتجاه بتاعها ايه ناقص بقى المرة دي، هتبقى ناقص الار ووتر مضروبة في دراع العزم بتاعها نص زائد 1.1 5.4 الزد بور. حلو. طيب طبعا الكلام ده كله المجموع بتاعه بيساوي صفر. لما تيجي تعوض بالكلام ده هتلاقي ان الوزن بتاعك هو كتلة البوابة 180 كيلو مضروبة في عجلة الجاذبية 9.8، وان الار جليسرين احنا كنا حاسبينها الحسبة بتاعتها كانت بتساوي 23,242. طب والار ووتر يا شباب احنا كنا حاسبينها برضو الحسبة بتاعتها كانت بتساوي 11,748 في الزد بور. فهتلاقي ان المعادلة بتاعت سعادتك كلها بقت فانكشن في الزد بار. هتروح حلل المسألة دي او حلل المعادلة دي وتطلع لي الزد بار بتاعت سعادتك هتساوي 2.09 متر. وطبعا انت مش في المسألة، الراجل ما طلبش منك الزد بار ولكن طلب منك الاتش. ولكن انت لو عرفت الزد هتعرف الاتش، يعني العملية مش صعبة. ليه؟ ان الاتش بتساوي الزد زائد نص ساين 60. فبناء عليها هتقول بما ان الاتش بتساوي الزد بار زائد نص ساين 60، تروح جاي معوض بالقيمه بتاعت الزد بار هنا اللي هي 2.09 يعني، وتطلع ان الاتش بتاعت حضرتك 2.52 متر وهو المطلوب في المساله. ودي كانت ايه المساله الاولى معانا يا شباب. تمام يا شباب، دي مسألة تانية معانا النهاردة اهو. دلوقتي انت عندك بوابة برضو بالمنظر ده، دي بوابة اهي وفي مفصلة، يعني دي أرضية وفي مفصلة، المفصلة دي مربوط عليها بوابة، والبوابة دي حاجزة وراها مية يا شباب. تمام، دي مية عايزة تزق البوابة كده وتنزل تفتحها كده وتنزل تحت، صح؟ فاحنا مش عايزين البوابة تفتح بقى، فعاملين ايه؟ جايبين حبل أو واير كده رابطينه في البوابة من فوق ورابطينه بوزن، واخدين بالكم الموضوع؟ رابطينه بوزن كده 10,000 باوند، باوند فورس طبعا. الوزن دون نازل كده وخلي البوابه قافله على الميه، ولكن لو احنا قعدنا نملى في الميه هنا، قعدنا نزود الارتفاع بتاع الميه، الضغط بتاعها هيزيد، القوه اللي بتعملها على البوابه دي هتزيد. ايه اللي هيحصل؟ البوابه هتروح في الاخر غالبه الوزن دون وفاتحه. فهو عايز يحسب الاتش اللي هتعمل الموضوع ده، بيقول لك احسب لي الاتش اللي البوابه هتقع بعدها، يعني الاتش اللي هتخلي لك البوابه على وشك انها تفتح او تقع. طيب نعملها ازاي؟ هو طبعا الكليشيه المعروف بتاع المسائل دون، انت في الاخر هتروح جايب القوه اللي بتاثر على البوابه وتعمل لها فري بادي دايجرام، وتروح حط القوه اللي عليها وتجيب محصله العزوم عند المفصله. ده الكليشيه المعروف بتاع المسائل دي. طيب نجيب القوه اللي على البوابه دي ازاي يا شباب؟ اول قوه عندنا اللي احنا اكيد هنحسبها طبعا لانها مختصه بالشابتر بتاعنا، هي القوه بتاعه ضغط الميه على البوابه. نحسبها ازاي؟ طبعا البوابه دي لما تيجي تبصها من الجنب كده انت شايفها خط قدامك، فهي بالتالي بلين، مستوى مغمور على ميه او تحت ميه. فانت دلوقتي تروح حاسب له القوه بتاعته بالقوه اللي احنا عارفينها خالص، اللي هي الار بتساوي الرو في الجي في الزد شرطه مضروبه في ايه يا جماعه؟ في الاريا. طيب هل الراجل مديك معلومات عن الابعاد بتاعت البوابه بتاعت الاريا ومش عارف ايه؟ طبعا مديك المعلومات بتاعتها، بيقول لك ان البوابه الطول بتاعها 15 فيت، العرض بتاعها اللي داخل جوه السبوره 8 فيت، والتخانه بتاعتها ليها تخانه برضو سيكنس، التخانه بتاعتها 1 انش. تمام، ومديك السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البوابه، مديك برضو الكثافه يعني بتاعت البوابه، فهو بيديك معلومات عن البوابه كتير شويه. طيب فالاريا بتاعت البوابه هنعرف نحسبها ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف القصه الثانيه، الرو. هل معانا الرو؟ هو الراجل مديك الرو جي او الجامه بتوع الميه، يعني مديك الجامه بتاعت الميه هي اللي هو بمعنى صح الرو في الجي على طول. فالجامه هتساوي 62.4، الزد بار بتاعت سعادتك هتبقى بكام؟ والله تعالى نشوف. هل الزد بار هتبقى عمق السنترويد؟ في السنترويد بقى بتاع البوابه، هل هو نص البوابه؟ هل هو اللي في نص البوابه؟ يعني انا عندي 15 فيت، يبقى سنترويد البوابه يا شباب هو اللي في النص بتاعها ده، اللي هو 7.5 على مسافه 7.5 من التوب كده او من القمه يعني بتاعت البوابه. انتوا رايكم؟ لا هو الصراحه مش هيبقى ده. ليه بقى؟ لان انا بتعامل مع السنترويد بتاع المساحه المغموره، هو ده اللي هيكون عليه القوه
هو ده اللي هيكون عليه الضغط اللي انا عايز احسبه، فهو ده اللي الفلوت بيتعامل معاه اساسا من الاول كده. فسنترويد المساحه المغموره او المسافه المغموره هيكون في نص المسافه اتش، هو في نص البوابه هنا، بما انه في النص بتاع المايل هيبقى في النص بتاع العمودي برضو، النسبه ملهاش دعوه. يعني هو المايل اكبر من العمودي كطول، لكن كنسبه هما الاثنين متقسمين من النص عادي. فالسنترويد بتاع المساحه المغموره هيكون برضو هو على مسافه اتش على 2 من فوق ومن تحت، اتش على 2. حلو. فيبقى احنا الزد بتاعتنا دلوقتي هي عمق السنترويد من السطح بتاعي، من سطح الميه، فهتبقى اتش على 2. طيب والاريا بتاعتي يا شباب، الاريا دي هي الاريا اللي بيأثر عليها ضغط الميه، هل هي مساحه البوابه كلها؟ لا خالص، هي المساحه بتاعت الجزء المغمور. طب مساحه الجزء المغمور ده ايه يا جماعه؟ المساحه هتبقى طول المايل اللي تحت الميه، طول اللي تحت الميه، ولكن المايل ده في العمق اللي جوه. طب الطول اللي تحت الميه، المايل ده هجيبه ازاي؟ هو انا معايا الارتفاع اللي تحت الميه او العمق، البعد الراسي اللي تحت الميه، لكن عشان اجيب البعد المايل هروح اعمل ايه؟ هقسم الراسي دون على ايه يا شباب؟ ساين 60، ساين الزاويه بتاعت الميول، فهروح قاسم الاتش، يبقى الاريا هتساوي الاتش على ساين 60 اللي هو الطول المايل اللي قدامنا دون مضروب في العمق اللي جوه يا شباب، اللي هو الويتس اللي هو ايه؟ 8 فيت. هيطلع لي كام في الاخر؟ هيطلع لي 288.2 اتش تربيع. طب الوحده ايه؟ باوند فورس. باوند فورس ليه باوند فورس؟ عشان الجامه اللي انا معوض بيها يا شباب كانت بالباوند فورس. طيب هل انا كده ماشي صح؟ انا عندي الاتش مجهوله، هل ده الصح؟ اه طبعا ده الصح، لان في الاخر انا عايز اجيب قوه احطها على البوابه واحسب منها الاتش الارتفاع يعني، فكويس ان القوه اللي انا هجيبها فيها الاتش المجهوله دي عشان هحسبها في الاخر. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي باقيه عندي يا جماعه؟ ان انا اعرف المكان بتاع القوه. طب مكان القوه ده بيتحدد معايا بقانون ايه؟ قانون الاس سي بيساوي الاي عند السي جي مقسومه على ايه يا شباب؟ مقسومه على الاريا في الاكس بار زائد الاكس بار. طيب الاي يا شباب هجيبها ازاي؟ الاي دي هي السكند مونت اوف اريا، انه اريا المغموره تحت سطح الميه. نخلي بالنا بقى، يعني ده كان الفرق بين المساله دي والمساله اللي قبلها. المساله اللي قبلها احنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده لان البوابه كلها كانت تحت الميه، لكن هنا بدانا نركز في الموضوع ده عشان جزء من البوابه تحت الميه. فيبقى الاي بتاعت سعادتك تبقى الاي بتاعت الجزء اللي مغمور تحت الميه. طيب الاي بتاعت المستطيل هو اكيد يعني الجزء المغمور ده مستطيل، يعني عندك قدامك الطول وجوه العرض، فالاي بتاعت سعادته بتاعت المستطيل يعني تساوي 12 1 على 12 اسف البي في الاتش تكعيب. ايه اللي بيتكعب؟ اللي بيتكعب الضلع اللي قدامك، لان ده هو ده اللي هيلف، هو ده اللي هيدور، فاللي قدامك ده هو اللي هيتكعب. طب هو القيمه بتاعته بكام؟ احنا لسه جايبينها حالا، اتش على ساين 60 هيديك الطول المايل اللي تحت الميه دوت، فهتساوي الواحد على 12 البي هي العمق اللي جوه اللي هي 8 يعني مضروبه في اتش على ساين 60 بكل التكعيب. احنا برضو احنا هنخلي الاتش ده مثلا نخليها اي حاجه، خليها سي مثلا عشان ما حدش يتلخبط بينها وبين اتش اللي احنا بنستخدمها في المساله يعني. طيب هيطلع لك كام الاي دي في الاخر؟ تطلع على سعادتك الاي دي بتساوي 1.026 اتش الكل تكعيب. الوحده بتاعتها يا جماعه؟ الوحده بتاعتها فيت تكعيب. تمام؟ طيب ايه اللي باقي لك تاني؟ باقي لك المساحه الاريا. هل دي معاك فيها ازمه؟ لا احنا لسه جايبينها فوق اهو، الاتش ساين سيتا في الثمانيه، فهي دي مش المساحه بتاعتك الصراحه، باقي لك الاكس بار بقى. الاكس بار يا شباب تجيبها ازاي؟ والله هو انا معايا يعني انا لسه حاسب فوق الزد بار اللي الاتش على 2. طب دي ايه؟ دي المسافه الراسيه عمق السنترويد. طب الاكس بار هي ايه؟ هي المسافه المايله البعد بتاع السنترويد بس المايل من سطح الميه. طب ده هيجي ازاي؟ بكل بساطه هتاخد المسافه الراسيه وتروح قاسمها على ساين 60. نخلي بالنا من حته تقسم وتضرب في ساين 60. الحاجه الراسيه حضرتك لو انت عندك مثلث بالمنظر دون ومعاك الضلع الصغير بتاعه وعايز تجيب الوتر اللي هو الكبير، فبتقسم على الساين بتاع الميول. تمام؟ ساين الزاويه لانه بيكون اصغر من الواحد فهيزود لك القيمه، لما تقسم على حاجه اصغر من الواحد هتكبر لك الطول فهتديك الوتر. طيب لو العكس بقى، معاك الوتر، معاك الوتر وعايز تجيب الطول الراسي، تروح ضارب في ساين الزاويه عشان هيصغر لك الرقم فهيديك الطول الصغير اللي هو الطول الراسي يعني او الضلع اللي هو مش وتر يعني. تمام؟
وطبعا بقى حته ساين وكوساين دي ظبطها انت على حسب المساله، انت ادرى بقى بكل ظروف المساله بتاعتك. يعني هنا احنا شغالين بالساين عشان المساله بتاعتنا الزاويه متظبطه على كده يعني. طيب الاكس بار هتساوي الزد بار اللي هي اتش على 2 مقسومه على ساين الزاويه عشان نخليها كبيره بقى، خلي تجيب الوتر المايل دون، فهتبقى تساوي الزد بار على ساين زاويه الميول اللي هي ساين 60، بمعنى اصح اتش مقسومه على 2 ساين 60. دي الاكس بار يا شباب. طيب الوحده بتاعتها هتبقى بايه؟ هتبقى بالفيت، وهتساوي كام؟ هتساوي 0.577 في الاتش، الوحده بتاعتها فيت طبعا. طب تعالوا بقى نعوض بالاكس بار وبالاي وبالاي دي، نعوض بقى في القانون بتاع الاس سي، هيطلع لي في الاخر الاس سي بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي البتاع دي في البسط 1.026 اتش تكعيب مقسومه على الاريا بتاعتك اللي هي اتش على ساين 60 في 8 مضروبه في ايه يا جماعه؟ في الاكس بار اللي احنا لسه جايبينها 0.577 اتش. الكلام ده مجموع على الاكس بار، احنا قلنا بقى مش هنعوض في الثانيه، احنا بنعوض في الاولى بس مش هنعوض في الثانيه، فيطلع لك ايه يا جماعه؟ هيطلع لكم ان الاس سي بتساوي 0.192 في الاتش زائد الاكس بار. دي المعلومه الثانيه، يبقى انا كده عرفت ان القوه بتاعتي بكام؟ وبتاثر في انهي نقطه؟ بتاثر تحت السنترويد المايل بمسافه 0.192 في الاتش. طيب باقي ايه؟ باقي ان انا اروح جايب البوابه وحاطط عليها القوه بتاعتي. تعالوا كده نعمل الخطوه دي، هنروح جايبين البوابه هنا كده. طيب نبدا نحط القوه اللي عندنا، القوه اللي عندي هنا مفصله. المفصله دي طبعا عندها ردود فعل وكده، مش هحطها. ليه مش هحطها؟ لان انا هجيب محصله العزوم هنا اصلا، هجيبها عند نقطه بي مثلا، سميها نقطه بي، تمام؟ خلينا نقطه بي كده مثلا، هجيب محصله العزوم عندها. طيب يا شباب عندي ايه بقى؟ عندي القوه بتاعه الوزن بتاع البوابه، البوابه دي حديد ليها وزن، فالوزن بتاعها بيأثر في السنترويد بتاعها. طب سنترويد البوابه دي فين؟ على مسافه 7.5 من تحت. ليه بقى؟ لانها في نص البوابه، البوابه 15، يبقى المسافه دي 7.5. المسافه دي يا شباب كده 7.5 فيت. طيب يعني المسافه اللي بين المفصله دي. وايه تاني يا جماعه؟ دي كده قوه الوزن، نيجي نحطها كده باللون الازرق. دي القوه بتاعت الوزن يا شباب، الويت. طيب عندي ايه تاني؟ عندي قوه بتاعه ضغط الميه، الميه عامله ضغط وبالتالي عامله قوه على البوابه دي. القوه دي هتاثر في نقطه فين بقى؟ انا ما اعرفش، هي تحت السنترويد بتاع الميه، بتاع المساحه المغموره، تحت سنترويد المساحه المغموره. بس فين سنترويد المساحه المغموره اصلا؟ هل هو السنترويد ده؟ لا مش هو ده خالص، يعني ده بتاع البوابه كلها، احنا عايزين بتاع المساحه المغموره اللي هو الازرق ده. طب هيتحط على انه مسافه يا فندم؟ هيتحط على مسافه اتش على 2 من القاع من عند بي، تمام؟ فانت هتروح جايب نقطه بي كده وتقول ان السنترويد ده هيبقى هنا مثلا، والقوه بتاعه البوابه بتاثر عموديه عليه كده اللي هي الار، والمسافه دي عباره عن ايه؟ المايله، المسافه المايله يعني المسافه الراسيه اتش على 2، المايله هتبقى ايه بقى؟ اتش على 2 بس ساين 60 مقسومه على ساين 60 يعني، تمام؟ طيب القوة بقى بتاعت اكس بتأثر عند السنترويد؟ لا انا غلطت في الحتة دي، انت عرفت ان انا غلطت ولا كنت نايم؟ انا غلطت في الحتة دي، القوة بتاعت الاكس مش بتأثر عند السنترويد، لا بتأثر تحت السنترويد، بتأثر تحتيه بمسافة ايه يا ريس؟ بتأثر تحتيه بمسافة اللي احنا لسه جايبينها هنا دي 0.192 في الاتش. طيب المسافة دي تبقى 0.192 في الاتش، نخلي بالنا، تمام؟ طيب ايه الحاجة القوة اللي عندي تاني؟ أنا عندي وزن فوق كده نايم معانا خالص، محدش واخد باله منه، هو ايه الوزن اللي فوق ده؟ عامل قوة شد، قوة شد لفوق كده، قوة الشد بتاعت سعادتك دي لازم تتحط معاك. المقدار بتاعها ايه يا شباب؟ مقدارها 10,000 باوند، تمام؟ طبعا دراع العزم بتاعها البوابة كلها اللي هي 15 فيت يعني. طب هل في قوة تانية؟ طبعا. ايه بقى؟ انت عندك البوابة دي مسنودة على حتة حديدة فوق كده، يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي البوابة عندك في القصر كانت
ادي حته الحديده اهي اللي هي المربع اللي انت شايفه، دي حته الحديده ودي البوابه ودي الارض ودي مفصله اهو، تمام؟ طيب دي البوابه اهي يا شباب، هتطلع تخبط في حته الحديده ومقفوله اهي. بس لما البوابه على وشك انها تفتح، البوابه على وشك انها تفتح، هل الحديده دي هتاثر على البوابه بحاجه؟ يعني هو حاليا الحديده عامله رده فعل على البوابه، بس لما تيجي البوابه تفتح هتتشال من على الحديده دي، تتشال من على الايد دي، صح؟ فمش هيبقى في رد فعل يا شباب. يعني الرد فعل بتاع الحديده البار الحديد دون كان المفروض يكون بيأثر في الاتجاه ده، بس لما البوابه تيجي تفتح اللي هي الكيس اللي احنا بنحسب عندها المساله، يعني ما تكون على وشك انها تفتح، القوه دي مش هتبقى موجوده، تمام؟ طيب نعمل ايه بقى؟ نجيب محصله العزوم عند بي، نقول سميشن المومنت عند بي بيساوي صفر، وكالعاده هنقول ان القوه اللي في الاتجاه ده مثلا هي اللي بالموجب، ويبقى اللي عكسها بالسالب. طيب تعالى بقى نشوف العزوم. العزوم عندي القوه الكبيره خالص ال 10000 دي ماشيه بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب، فهتبقى 10000 مضروبه في دراع العزم بتاعها بكام؟ ب 15 فيت. طيب القوه بقى بتاعه الوزن ماشيه في الاتجاه ده عكس الاتجاه اللي احنا صلحناه، فهتبقى بالسالب، فالويت بتاعك هيبقى ويت، يعني لسه ما جبتش القيمه بتاعته، هو مش معطى على فكره، خلي بالك مش معطى، تمام؟ فالويت بتاعك هيبقى مضروب في 7.5 اللي هو دراع العزم بتاعه. طيب القوه بتاعه الار ماشيه في الاتجاه ده عكس الاتجاه بتاعي برضه بالسالب، بس السالب كام بقى؟ دراع العزم بتاع سعادتك او القوه بتاعه سعادتك الاول هتساوي 288 و2 من 10 اتش تربيع. طيب مضروبه في دراع العزم، دراع العزم بتاعها بكام؟ دراع العزم بتاعها الحته دي، الحته دي كده اللي هي هتساوي ايه؟ اللي هي هتساوي الاتش على 2 ساين 60، اتش على 2 ساين 60 ناقص الحته الصغيره اللي فوق دي 0.192 في الاتش، تمام؟ ده دراع العزم بتاعها. طبعا الكلام ده كله في الاخر بيساوي صفر، يعني عشان نفصل بس من الكلام، الكلام ده كله في الاخر بيساوي صفر يا شباب. لما نيجي بقى نشوف هنعمل ايه، احنا عندنا مجهولين دلوقتي، احنا عايزين نحسب الاتش، بس في نفس الوقت انا عندي مجهول تاني اللي هو الويت. هل اقدر احسب الويت؟ قال لك تعالى نبص كده، هو الويت بيساوي ايه يا ريس؟ الويت بيساوي الرو في الجي في الفوليوم، صح؟ طيب الرو في الجي في الفوليوم ده بتساوي ايه؟ الراجل هناك كده مديك الاس جي بتاعتك، الاس جي بتاعتك ده اللي هي 7.85. طيب هل اروح رايح ضربها في 1000 واجيب كثافه الحديد؟ لان خلي بالك الكثافه دي بتاعت ايه؟ بتاعت البوابه، بتاعت الستيل، بتاعت البوابه يا شباب، تمام؟ هل اروح جاي ضارب السبيسيفيك جرافيتي اللي هي 7.85 دي ضاربها في 1000 واقول يبقى كثافه الحديد كذا؟ والله الكلام ده يبقى معقول جدا لو حضرتك شغال بالمتريك يونتس. انت شغال بايه يا ريس؟ انت شغال بالباوند فورس والفيت، كل الابعاد بتاعتك انت مطلعها بالفيت والباوند فورس ومش عارف ايه، مش هينفع تقول لي الكثافه بتاعت الميه بتساوي 1000 فتروح ضرب لي فيها اس جي، هتطلع ارقام ثانيه خالص. لا، يبقى لازم عشان تجيب الكثافه بتاعت الحديد تضربها، تضرب السبيسيفيك جرافيتي دي في كثافه الميه بالامبريال يونتس لو انت عارفها. لو مش عارفها وخلاص بقى حظك انها جت في الامتحان قدامك، قدامنا طريق نتصرف بيه. ايه الطريق ده؟ حضرتك هتروح جاي قايل ان الكثافه بتاعت الستيل دي بتساوي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الستيل مضروبه في ايه؟ مضروبه في الكثافه بتاعت الميه، ما غلطتش، الكثافه بتاعت الحديد بتساوي الاس جي في كثافه الميه. انا الاعتراض بتاعي عن الرقم اللي هتعوض بيه في كثافه الميه، تمام؟ طيب كثافه الميه دي مضروبه في ايه بقى؟ مضروبه في الجي مضروبه في الفوليوم اللي هي الجرافيتي يعني. طيب هو مش الراجل مديك الجاما بتاعت الميه اللي هو الرو ووتر في الجي؟ طب كده المشكله اتحلت خلاص، انت تروح بقى جاي معوض ان الاس جي بتاعت الستيل دي بتساوي 7.85 والرو ووتر في الجي دي هتبقى ايه؟ هتبقى الجاما بتاعت الميه اللي هو مديهالك بكام؟ 62.4 مضروبين في الفوليوم بتاع ايه بقى؟ بتاع البوابه، بتاع الجسم بتاع البوابه اللي هو ايه؟ اللي هو الطول في العرض في التخانه، الطول اللي قدامك ده 15 فيت مضروب في العرض اللي عندك، العرض بتاع البوابه اللي داخل جوه السبوره ده مديهولك ب 8 فيت مضروب في ايه؟ في التخانه بتاعتها، السكنس بتاعها مديهولك ب 1 انش. طب ال 1 انش ده هنعوض بيه وسط الفيتات دي كلها؟ ما ينفعش، لازم تقسمه على ايه؟ على 12 عشان تبقى الوحدات يونيفورم.
بعدها تروح مطلع الويت بتاع البوابة، هيطلع مع سعادتك الويت بيساوي 4898 باوند فورس. تروح جاي معوض لي بيه هنا في المعادلة دي، ويطلع لسعادتك 4898، وهيبقى المجهول الوحيد عندك هو الاتش. تروح مطلع لي الاتش، الاتش هتساوي كام؟ الاتش هتساوي في الاخر 10.6 فيت. تمام، دي الاتش يا جماعه. فدي المساله الثانيه وبس يا شباب. بصوا يا شباب، دي اخر فكره معانا، هي فكره مش مساله، يعني احنا مش هنحل المساله، ولكن بصوا على الفكره بس. دلوقتي احنا عندنا نفس الشيء برضو، عندنا مائع اللي هو الزيت الاويل، مائع اهو بالمنظر ده، مسنود على حيطه كده. الحيطه دي فيها بوابه، يعني دي حيطه يا شباب، والحيطه دي فيها بوابه. فالزيت ده وانا عايز يدخل هنا كده يزق البوابه دي ويخرج، تمام. فاحنا مانعين ده، مانعينه ازاي؟ عن طريق ان احنا عاملين قوه اسمها بي اهي، زقين بيها البوابه الزرقاء دي انها تتفتح في الاتجاه ده، زقين بيها الناحيه دي عشان البوابه ما تتفتحش كده. واضح الكلام؟ طيب الفكره بقى في ايه؟ البوابه دي نوعها يا شباب نوعها مثلث. طيب ده هيفرق معايا في ايه؟ يعني هو احنا هنتبع نفس السيناريو المتعارف عليه. احنا هنجيب هنطلع البوابه دي نعملها فري بادي دايجرام، ونحط عليها كل حاجه، ونحط عليها الوزن بتاعها، نحط عليها القوه اللي ناتجه من الضغط بتاع الميه، وبعدها نروح جايبين محصله العزوم عند ايه؟ عند المفصله، عند النقطه بتاعت ايه دي، علشان نحسب القوه دي. يعني ده سيناريو خلاص احنا حفظناه، كليشيه معروف جدا. ولكن هي الازمه هنا في ايه؟ او مش الازمه، الحاجه الجديده يعني انها مثلثه، تمام. طيب ايه اللي هيختلف؟ اول حاجه هتختلف حضرتك انك لما تيجي تحسب القوه، الار بتساوي الرو في الجي في الزد بار مضروبه في الاريا. الاريا اولا دي اريا المثلث، صح؟ الاريا المغموره دي هي اريا المثلث اللي هو نص طول القاعده اللي هو 1 متر في الارتفاع بتاع سعادتك اللي هو ايه؟ اللي هو اتش، الارتفاع اتش ده، اتش كابيتال ده، تمام؟ في الاتش، تمام؟ طيب الزد بار بقى يا شباب، الزد دي هتجيبها ازاي؟ دي يا ريس هتساوي العمق بتاع السنترويد او السنترويد، تمام؟ طيب العمق بتاع السنترويد ده انت هتجيبه ازاي يا ريس؟ الفكره ان هو في ثلث المثلث من القاعده، يعني لو انت رحت جايب كده الموضوع ده هتلاقيه في ثلث اتش. السنترويد بتاع المثلث بيكون في ثلث اتش من ناحيه القاعده، او الثلثين من ناحيه الراس. يعني لو انت هتجيبه من عند الراس من تحت كده هيبقى الثلثين بتوع اتش، او من عند القاعده بتاعه المثلث هيبقى ثلث اتش. فانت دلوقتي هتجيبه من القاعده بتاعه المثلث، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه العمق بتاعه الزد بار هتساوي كام برضه؟ يعني احنا خلاص عرفنا ان هو في ثلث المسافه دي. خلاص هو في ثلث المسافه المايله دي. يبقى العمق بتاعه كام؟ العمق بتاعه هيساوي 3 زائد ثلث المسافه العموديه دي برضه، يعني 2 على 3 او ثلث في 2. طب ليه بقى؟ مع ان الاثنين ده مايل يعني وده عمودي، احنا قلنا الحوار ده ملوش اي علاقه ببعضه. العمودي الطول بتاعه بيختلف عن المايل، لكن بيتقسموا بنفس النسبه. المايل ده اتقسم بالثلث، يبقى العمودي بتاعه برضو او الراس بتاعه ده هيتقسم بالثلث. يبقى دلوقتي السنترويد بتاعك الزد بار بتاعتك هتساوي 3 متر زائد الاثنين في ثلث، يبقى هي هتساوي 3 زائد 2 في ثلث. طيب الثلاثة دي يا شباب دي ليه؟ ده لان سطح المايه من فوق اهو، ده المفروض سطح الزيت بقى او سطح المائع، يعني ايا كان ايه هو. فانت دلوقتي اللي اختلف عندك الاريا خلاص عرفناها، والزد بار خلاص حسبناها. الروجي طبعا هو مديك السبيسيفيك جرافيتي، مش مشكله. في حاجه ثانيه تختلف عندك، السنترويد بتاع الوزن مثلا، السنتر اوف جرافيتي بتاع البوابه هيبقى برده في النقطه دي. عندك ايه ثاني؟ عندك يا ريس الاي، لما تيجي تحسب الاس سي هتحتاج تحسب لها الاي. الاي دي بتبقى بتاعه المثلث. طب الاي هتساوي كام؟ الاي بتاعه المثلث بتساوي كام؟ بتساوي 1/36 في البي الاتش تكعيب. طب ايه اللي هيتكعب؟ اللي هيتكعب برضه هو الضلع اللي قدام سعادتك اللي هو ايه؟ اللي هو الطول ده كله، الاتش كابيتال دي كلها. طب هتساوي كام؟ هتساوي كام؟ اللي هو الطول المايل ده كله بتاع البوابه هيساوي الاثنين اللي هي الراسيه دي مقسومه على ساين الزاويه بتاعت الميول اللي هي ساين 50 بقى مش 60.
كل تكعيب. تمام؟ ماشي. دي الاوجه بس بتاعت الاختلاف. ممكن تبقى البوابه دايما بدل ما هي مثلثه هتبقى دايره. تمام؟ وهيختلف معاك ساعتها برضو الاي بتاعتها، تبقى الانرشيا بتاعت او المومنت اوف اريا بتاع مساحه دائريه، وهكذا يا شباب. تمام؟ احنا كده خلصنا، وبالتوفيق ان شاء الله.